السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت اليوم إن شاء الله حنحكي عن الأشكال السريرية المختلفة للكومبوزيت وتطورها، ونحكي عن بعض المنتجات اللي كان فيها نوع من الخصوصية واللي ممكن تفيدنا في عملنا. خلونا نبدأ. بداية أود الإشارة لوسائل التواصل الاجتماعي لأي استفسار أو اقتراح، بسبب أني تلقي استفساراتكم واقتراحاتكم، دي أكد على حاجتي لدعمكم من خلال الاشتراك اللايك ومشاركة المحاضرة. أول شيء حنحكي عنه هو الباكابل كومبوزيت. الحقيقة أنه الكومبوزيت مجموعة التحسينات اللي تجري باستمرار أعطتنا أشكال سريرية مختلفة للكومبوزيت، منها بال 1997 كانت بداية ظهور باكابل كومبوزيت، وهو الكومبوزيت القابل للدك، لأنه كان دائما في حلم يراود أطباء الأسنان أنه يكون في عندي حشوات بديلة للأملجم وتجميلية مثل الكومبوزيت. فظهرت الحقيقة مجموعة من الأشكال السريرية الكومبوزيت، سواء على شكل تيوبز او على شكل كبسول او حتى على شكل تيوبات مثل ما حنشوف مع الفلوبل. بالنسبه للباك اب الكومبوزيت طبعا بيتواجد بشكل اللي بنعرفه التيوب والكبسول، بيتميز بانه محتوى الفيلر العالي فيه، فبيعطيه خصائص ميكانيكيه اكبر. الميزه فيه كمان انه هو غير لصاق، فبيتحمل الرطوبه، مقاومه القص فيه عاليه. المزايا اللي حصلت فيه انه الفوتو انيشيتور بيعطيني تصلب سريع باقل تقلص تصلبي، وبانه سهله النحت. تقريبا بدات هي التقنيه بنهايات الثمانينيات، ومع نهايات التسعينيات بال 1997 بدأت من خلال سوليتير وأليرت. بال2000 ظهرت الأنواع الأحدث حنحكي عنها. طبعا بتميز الباك اب الكومبوزيت بألياف تقريبا بحدود 100 ميكرون، بتأدي لمقاومة زحف أي مادة غير متماثرة، وهذا حقيقة كان أوبشن كتير مهم بعملنا. لكن لازم نعترف أنه ارتفاع اللزوجة اللي بتعطي إمكانية الدك أو الباكينج أدت لأنه احتمال حدوث فقاعات يكون أكبر مع هاي الأنواع. طبعا لازم لما نحكي عن الباك اب الكومبوزيت نميزه عن البالك فيل كومبوزيت. ليه؟ لانه البالك فيل هو ليس هو باك اب فقط. حنشوف انه نحن عندنا انواع في السوق من الفلوبل هي عباره عن بالك فيل، فانا حبيت شير لهالنقطه مشان نميز بين الباك اب الكومبوزيت وهو مصطلح الكومبوزيت القابل للدك، وبين البالك فيل يلي اعني فيه الحشوات الكومبوزيت يلي ممكن الحقيقه انه نحن نشتغل لايرنج لحد 4 ملم كسماكه اثناء الكيورينج. فمع البالك فيل كان في عندي ميزة أخذناها، أنه نحن بنعرف مع الكومبوزيت العادي لما نعمل اللايرينج نحن ما لازم نتخطى سماكة كل لاير حوالي 2 ملم. مع البالك فيل صار في عندي إمكانية أنه نحن نحصل على 4 ملم سماكة لكل طبقة، فهذا طبعا أكيد رح يعملنا سيفينج أوف تايم لوقت الحشوي. طبعا مع البالك فيل المالئ بيتميز بأنه معامل المرونة فيه منخفض، وأنه المونومير اللي موجود في الماتريكس بيحرر طبعا الجهود، بيزداد عمق التصليب كلما كان اللون اكثر شفافيه. هي الشغله كمان لازم نعرفها. الستينز الاوبيك اللي موجوده بالكومبوزيت بتقلل وصول الضوء، ممكن الحقيقه بالتالي نتوقع انه نحتاج انه نعمل طبقات مع الالوان الداكنه اقل من 4 ملم لنحصل على ضمانه للتصلب. بالنسبه للفلوبل كومبوزيت ممكن نحن نستخدمه كقواعد بشكل اساسي او كمبطن او كماده ساده للشقوق، وهو جيد طبعا تجميليا. بالنسبه للبالك بنستخدمه ايضا كقاعده، يفضل دائما الطبقه الاخيره انه تكون من الكومبوزيت التقليدي. اذا بدنا نحكي عن خواص ميكانيكيه، ما في اي دراسه اثبتت اي افضليه ميكانيكيه للبالك في الكومبوزيت على الهايبرد كومبوزيت العادي. كان في محاولات حنحكي فيما بعد عن الجلاس انسرتس، انه ندخل نوع من الجزيئات الزجاجيه داخل هاي الماده داخل البالك في الكومبوزيت لتحسين مقاومه السحل. كانوا عملوا نوع من الميجا فيل جلاس انسرتس، بس طبعا كان هناك بعض اشارات استفهام حول هذا الامر، حاحكي ان شاء الله عنه لما نتقدم بالمحاضره. طبعا اشهر البالك فيل كومبوزيت الموجوده في السوق على شكل فلوبل عندنا الاس دي ار مثلا، عندنا التيتريك ايفو سيرام ككومبوزيت، عندنا تيتريك ايضا سيرام عند البالك فيل فلوبل، عندنا الايكو سايت من دي ام جي، عندنا ال 3 ام بانواعه الغنيه عن التعريف، الفيلتيك، وعندنا الفينوس من هيروس. أهم الخواص كخلاصة للبالك فيل هو أنه قللي الستريس ريليفينج مونومر الموجودة بالريزين، ووالي الفيلر من خلال سبيشال فيلر ويز لو إلاستيك موديولوس بمعامل مرونة منخفض، وأيضا تغلب لي بالتالي على
البوليمرايزيشن ستريس بهي الطريقه. النوع الثاني من انواع الكومبوزيت اللي ايضا ظهرت في السوق بسبب التحسينات اللي حكينا عنها على مستوى الكمنات الكومبوزيت المختلفه هو الفلوبل كومبوزايت. بالنسبه للفلوبل كومبوزايت نحن فينا نعتبره نوع من انواع التعديل للهايبريد كومبوزيت مع محتوى فيلر منخفض، بتكون حجم الحبيبات فيه اقل من الهايبريد تقريبا بشغل 50%، تميز بمعامل مرونه منخفض بالتالي مرونه اعلى وبالتالي يمتص الجهود. لهذا السبب نحن بنفضل نستخدم الفلوبل كلاينر بالرغم من انه محتوى الريزن ماتريكس فيه اعلى لانه محتوى الفيلر منخفض. فالوهله الاولى ممكن نحن نتصور انه هذا بيؤدي لتقلص اكبر وهذا صحيح، لكن بسبب معامل مرونه منخفض فهو بيمتص الجهود فما بيقوى على يعمل لي نوع من الشد للجدران الكومبوزيت، لكنه بنفس الوقت بيمتص الجهود فبيؤدي الى انه نحن نقدر نحط حشوات الكومبوزيت فيما بعد مع تقلص تصلبي اقل. الفلو اللي يصطب طبعا مع حشوات الكلاس 1 الصغيره مع كلاس 5 خصوصا في المناطق اللثويه، البعض حتى بيقترحوا كطبقه اولى قبل ما نحن بالنسبه لحالات كلاس 2 قبل ما نحط حشوات الكومبوزيت. حنحكي فيما بعد لما نحكي عن التكنيكس في الكومبوزيت كيف هذا الاجراء، وخصوصا اذا نحن عملنا الكيورينج لايت من الجهه اللثوي الجدار اللثوي بيؤدي الى انه نحن يكون في عندي ضمان كبير لعدم حصول سيكندري كارز بهي المنطقه اللي عاده الحقيقه بتكون نقطه ضعف في حشوات الكومبوزيت. ممكن استخدامه ايضا كاصلاح الحشوات المكسوره كلاينر مثل ما حكينا. طبعا بدنا نشير انه هو محتوى اعلى من القالب الراتيجي فيه او ريزن ماتريكس بيؤدي لارتفاع تقلص التصلبي. من مزايا ايضا انه هو بيحسن الانطباق الحفافي، بيعطيني نوع من الويتينج او الترطيب للسطح اللي بده يلتصق معه حشوات الكومبوزيت. وايضا بدنا نلاحظ انه مع الفلو اللي بسبب الارتفاع الريزن ماتريكس وقلة الفيلر ممكن نحن من خلال الكيورينج نوصل لعمق تصليب أكبر. طبعا حتى الفلو اللي حنشوف منه أنواع عادي بنشتغل فيها طبقات 2 ميلي وأنواع على البالك اللي ممكن نحن نعمل ثخانات بحدود 4 ميلي متر. من أشهر الأنواع الحديثة للفلوبل اللي حبيت أحكي عنها بشكل خاص لأنه كان فيها نوع من التحسينات اللي ميزتها عندي، أول شيء الأرتيست اللي هو عبارة عن فلوبل نانو هايبريد، كان أول فلوبل نانو هايبريد طبعا من شركة بنترون، تالي هذا أعطاني تقليل في التقلص التصلبي اللي كان معروف أنه الفلوبل بيعاني منه ولذلك ما كان يسمح أنه نستخدمه كحشوات إلا على مستوى حشوات صغيرة أو كلاينر. وايضا اعطاني مقاومه سحل اعلى واعطاني قدره على التلميع بيشبه تماما البوليشينج اللي ممكن نعمله مع الكومبوزيت، وبيتواجد بالوان متعدده بالتالي ممكن احنا نستخدمه بمجال اوسع من مجالات الفلوبل المعتاده. الانواع الثانيه اللي حبيت احكي عنها هو الاي ان اي اتش ار اي، طبعا اتش ار اي مقصود فيها الهاي ريفراكتوري اندكس، والهاي ريفراكتوري اندكس تعني انه هو اول كومبوزيت عنده معامل ريفراكتوري مماثل للبناء، فهذا ادى لتحسين استخداماته وديمومته. والشيء الاهم انه بسبب ذلك او مع هاي التقنيه مستحيل تشكل بابلز. الشركه تدعي انه هذا الفلوبل كيف ما نحن حقنا الفلوبل باي طريقه كانت ما بينتج اي بابلز، فطبعا هي ميزه كبيره بالاستخدام السريري. النوع الثالث من انواع الفلوبل اللي حكيت احكي عنه هو الاستاتكس فلو، طبعا بالنسبه للاي ان اي بيكون فيه 77% فيلر لذلك هو قوي وبالتالي ممكن استخدامه على بالرغم من قوامه الفلوبل ممكن استخدامه حتى ك في مجال حشوات اوسع، فبالتالي هذا كمان كان نوع من الميزه السريريه بالنسبه لانه نحن نقدر نعمل حشوات تاخذ وقت اكبر مع الكومبوزيت، نحن نقدر من خلال الفلوبل نحشي بشكل اسرع وما يكون خايفين من الخواص الميكانيكيه الضعيفه اللي معروفه للفلوبل. بالنسبه للايستيت اكس فلو يعتبر بسيودو بلاستيك، يعني هو حقيقه مثل كأنه بلاستيك، بتميز مقاومة سحل أعلى بخواص فيزيائية أعلى بظلالية أعلى، تقلص تصلبي أقل من الفلوبل، عنده ألوان نفس ألوان الفيتا وعنده حتى الأوبيك والبليتش شيدز، وبيتميز ببوليشابيليتي عالية جدا وبأنه محرر للفلورايد، فبالتالي ممكن استخدامه لأصلاح حشوات الكومبوزيت الجلاس أونومر لحواف حتى التيجان الكراونز وحتى الأبلغم. ممكن استخدامه كسيلان، ممكن استخدامه كلاينر تحت الكلاس 2، ممكن نستخدمه حتى كمثبت للفينيرز لانه نحن بنعرف انه الفينير نحن بنثبتها بريزين سيمنت. ميزه هذا الفلوبل انه الفلوبيليتي فيه منخفضه شوي، يعني فيه لزوجه شوي، فممكن يصلح حتى كتثبيت للفينير، ممكن نستخدمه حتى كاصلاح للبورسلين، ممكن استخدامه بكلاس 3
ممكن حتى شركة بتدعي انه مع الالوان المتوفرة فيه واللايرنج تكنيك ممكن استخدامه في حشوات الكسر الحد القاطع. وفي معرض حديثنا عن الفلو بل لابد الحقيقة انه نحكي عن انواع مختلفة من الفلو بل، نوع من المزيج بين التقدم اللي حصل في البوندينج خلال تواجد دينتين ادهيزيف سيلف ادهيزيف، يعني صار عندي لواصق حاجة ذاتية التصلب، والتقدم اللي حاصل في الريزين اللي هو خلانا نحصل على وصلنا للنانو فيل تكنولوجي. فبعض الشركات طرحت فلوبل تدعي انه هو كومبوزيت ذاتي الالصاق سيلف ادهيزيف، بمعنى انه مع هذا الفلوبل احنا ما بنحتاج ايج وما بنحتاج بوند. بدأ هذا الأمر مع البرتايز فلو من شركة كير بال 2009 مع ظهور الأوبتي بوند، البوند المعروف. فعملوا من خلال هذا البرودكت مزجوا الأوبتي بوند كسيفن جنريشن بوند مع الكومبوزايت، فعملوا نوع من الفلوبل كومبوزيت بلزوجة مقبولة كفلوبل، فأدى لأنه نحصل على كومبوزيت ذاتي تخرج الإلصاق. طبعا الشركة بس بتقول انه لما نحن بدنا نعمل حشوات على مستوى الانميل يفضل انه نعمل فقط تخريش للمينا، ما في داعي للبوند، يعني كأنه عم نعمل سيلكتيف ايتش بس من دون المرور بعملية البوند. ايضا شركة مينترون طرحت الفيوزيو، والفيوزيو هو عبارة عن مثل ما هي وصفته بانه ليكويد دينتين وكأنه عاج سيال. الشركة بتقول انه هو عبارة عن فلومل مع الفورميتا، وفي نانو سيليكا او امورفوس نانو سيليكا فيلر، نوع من انواع الجلاس فيلر يعني. بالتالي الشركة تدعي انه البي اتش مع الفلومل هي معتدل، فما عندي اي اسيديتي ممكن تعمل ريتيشن للدنتين او حتى للبالب، وانه البوند هون ثنائي في مجموعة فوسفور في الفورميتا بتتحد مع الكالسيوم اللي بالسن، وفي التصاق ميكانيكي من خلال الهايبريد لاير اللي بتتحد مع الراتينج او مع الريزين اللي موجود داخل الكولاجين فايبرز اللي موجودة بالسمير لاير اوف دينتين. بس الشركة بتوصي مع هذا النوع من الفلوبل انه يكون الكيورينج ضعف او اطول من الكيورينج بروتوكول المعتاد. السبب انه نحن هون وكأنه هناك بوند وهناك حشو بنفس الوقت، فبدنا نحتاج انه كأنه نحن نعمل نطبق وقت البوند وبعد هيك نطبق وقت الحشو من خلال الكيورينج اللي بنعمله على المادة. من أنواع أيضا التطورات اللي تواجدت في السوق ممكن تكون مفيدة سريريا ما يدعى بالجينجيفال كومبوزايت. الجينجيفال كومبوزايت هو نوع من أنواع الكومبوزيت الحقيقة بيحل لي مشكلة مع حالات الانحسارات اللثوية، فبيصير عندي إمكانية لأنه نصحح الانحسارات اللثوية. في حال مريض عنده كلاس 5 نقدر نحن نعمل جزء بالجنجيفال كومبوزايت ونرمم جزء بالكومبوزايت، فبيعطيني طبعا مظهر جمالي أفضل. من أشهر البرودكت الموجودة في السوق كجنجيفال كومبوزايت هو الأماريس. أماريس من فوكو هو بيجي بلون شفاف، ثلاثة أوبيك بيكونوا فلاوبل. بنقدر نحن نمزج هاي الألوان بلون أو لونين أو ثلاثة حسب ما نرغب لحتى نحصل على لون اللثة المطلوب. جراديا من شركة جي سي عملت الحقيقة جينجيفال كومبوزايت أوسع، صار في عندي لايرينج، طرحوا بادي وطرحوا أوبيك وطرحوا حتى نوع من المعدلات اللونية اللي بنقدر نحن نمزج في قوالب وبنمزج الألوان هاي نجرب لحتى نوصل للون اللثة المطلوب. شركة شوفو أيضا طرحت بيوتيفول اللي هو في كومبوزيت فلوبل بخمس ألوان أساسية وعاملين مثل جدول في الدليل اللوني، فممكن حتى كمان يفيدنا في الاستخدام السريري. بعد ما حكينا عن البالك فيل والباكابل كومبوزيت والفلوبل كومبوزيت، خلونا ننتقل لنحكي عن الآن أنواع الكومبوزيت الموجودة في السوق اللي تم تعديلها بإضافة مواد لحتى تحاكي بعض الخواص الجيدة الموجودة في مركبات أخرى نستخدمها في مجال ترميم الأسنان. وأول شيء لازم نحكي عنه أكيد هو الكومبومر. طبعا أنا تكلمت سابقا عن الكومبومر لما حكيت عن سلسلة All About Glass Ionomer Cement، حكيت عن كل أنواع الجلاس إنومر وتعديلاته، وبالتأكيد مريت وقتها مررنا على موضوع الكومبومر. أذكر بس أنا لأحكي أنه الكومبومر هو عبارة عن مكون ريزين بولي ألكينيت، هو من نوع من نوع الماكرو مونومير بيس جاما يودما، وبيكون في عندي معه فيلر من الجلاس، وهذا الجلاس بيبقى محرر للفلورايد بيحاكي الجلاس آينومر، فهو نوع من المزج بين الجلاس آينومر وبين الكومبوزيت. طبعا كاستخدام هو أسهل استخدامه من الجي آي سي لأنه أقل التصاقية بالأدوات والتعامل معه أفضل، وأيضا هو أكثر جمالية من الجلاس آينومر.
ممكن استخدامه سريريا كفيشر سيلنت، ممكن استخدامه كترميم للحشوات المكسورة، كحشوة لصف دائمة في التبطين، أيضا ممكن استخدامه ككور بيلد أب، ممكن استخدامه بحشوات كلاس 5 كلاس 3 في حشوات الجذور، ممكن حتى استخدامه في سياق الامبسيكتومي كحشو بالطريق الراجع، ممكن حتى استخدامه كسيلر. طبعا اذا بنحكي كاستخدام سريري لابد من الايتشينج والبوندينج مع الكومبوبر. من اشهر المنتجات في السوق دايركت اكسترا من ديد سبلاي، كومبو جلاس من إيفوكلار. بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم، نتابع إن شاء الله في المحاضرة القادمة الحديث عن التطورات وانعكاساتها على الأشكال السريرية المختلفة الموجودة للكومبوزيت في السوق. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.